السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ترون أمامكم هذا المنزل القديم أيضا، رفعنا تحدي مع هذا المنزل، هل سنعيد له شبابه؟ سترون هذا، لكن هذا المنزل به عيوب كثيرة جدا كما ترون أمامكم. لاحظوا في المكان الأسفل فهو يظهر العيوب الموجودة في هذا المنزل. المهم، اتفقنا مع صاحب الشغل على هذه الواجهة وأعطيناه بعض الصور للفوتوشوب كالعادة، كما أعمل أنا كالعادة. اتفقنا على إحدى الصور فبدأنا العمل كما ترون أمامكم. إن شاء الله سنوافيكم بتفاصيل هذا المنزل، لكن قبل ذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك إن لم تكونوا مشتركين بعد في القناة. كما ترون أمامكم هذه واحدة من العيوب، يعني هذه في الأسفل يعني أمام الأعين، فما بالكم ما هو موجود بالأعلى. لكن لا بأس، لاحظوا هنا يعني مكان الاعوجاج، فعند عمل هذا المكان قمت بمشاركته معكم في فيديو سابق. فلاحظوا كما ترون هنا في الصورة، لاحظوا السمك الموجود هنا، يعني كل هذا اعوجاج في الحائط. الحمد لله هنا في هذا المكان قمنا بتسوية هذا المكان في الأسفل، فأصبحت الخط مستقيم والزاوية مستقيمة، رغم أنها اتخذت الكثير من سمك كبير من العجين وأيضا بعض الوقت، لكن كانت النتيجة جيدة. هنا إخواني بدأنا بتركيب الفواصل، لكن في تركيب الفواصل كما أذكر في دائما في الفيديوهات السابقة، لاحظوا نضغط عليه بالمسطرة لأن الحائط به اعوجاج. فلاحظوا في هذا المكان لتتأكدوا أكثر، لاحظوا هنا عندما قاموا ببناء هذا المنزل، لاحظوا هذا المكان لا يوجد هنا إسمنت، يعني هذا المكان لما وجدته استغربت، يعني هنا قشرة رقيقة من الإسمنت. فلاحظوا فالأجور يظهر، يعني حاولوا أن ينقصوا من الإسمنت حتى لا يظهر لهم الإعوجاج الكثير، هي كان فيها الإعوجاج وهم حاولوا يعني أن ينقصوا في هذا المكان. فكما ترون هنا نحن أتينا بالفواصل، بلصق الفواصل كما ترون أمامكم. فلاحظوا الفواصل، يعني هناك بعض، لاحظوا يعني بعض الأماكن بها سمك كبير، يعني لاحظوا هنا حوالي سنتيمترين في هذا المكان وفي الجانب، يعني قياس الفواصل فقط، لأننا نضغط على الفواصل بالمسطرة حتى لا يبقى عيوب عندما تكون الشمس جانبية. هنا يعني قريبين من انتهاء الفواصل، فهم يعني الذين التقينا فيهم يعني مشكل في العمل، كان فيها يعني تعب كبير في هذه الفواصل حتى تأتي مستوية، لكن الأمور تظهر على أنها تسير بخطى جيدة. فالحمد لله، يعني طبيعة عملنا هذه هي طبيعة عملنا، وهذا المنزل فيه العديد من الأمور لا يعلمها صاحب المنزل، قمنا بعملها لا يعلمها صاحب المنزل، فأجرنا عند الله إن شاء الله تعالى. وصاحب المنزل أيضا شخص طيب جزاه الله خير الجزاء. فكما ترون هذا تركيب الفواصل، فلاحظوا يعني تظهر بشكل مستقيم، حاولنا معها حتى تظهر بشكل مستقيم، فالحمد لله كانت الأمور جيدة. هنا بدأنا بطلس العجين، وكما ترون أنه اللون البني، هذه الطبقة الأولى التي نقوم بجرها بالمسطرة، فكما ترون هو خشن، يعني بفعل ذلك البوليستير الموجود، فهو فيه البوليستير بكثرة، يعني حبيبات البوليستير الفرشي،
فهذا البوليستير مهم ومهم جدا، فلاحظوا كيف يظهر والكمية الموجودة بداخله من البوليستير. نحن هنا يعني تقريبا انتهينا من الواجهة بالطبقة الأولى كما ترون، لم يتبقى إلا هذا المكان في الأسفل، بدأ يظهر الاستواء على الحائط، يعني بدأ يظهر الحائط مستوي. فكما ترون في عمل الطبقة الأولى لم يتبقى هنا إلا هذا المكان، فنحن انتهينا من عمل الطبقة الأولى، فالوقت كله يعني أخذه تركيب الفواصل، هي التي تأخذ الوقت. أما في طلس العجين فيمشي بسرعة جيدة. فهنا قمنا بعمل طبقة الديكور كما ترون، لم يتبقى يعني إلا إزالة الفواصل. فلاحظوا تظهر عملية طبقة الديكور، تظهر الخطوط، فابقوا للأخير لتروا النتيجة إن شاء الله بالكامل. فكما ترون هنا عن قرب تظهر الخطوط جيدا، فالحمد لله، يعني صاحب الشغل فرح بالشغل، والحمد لله حتى الشغل يعني موقع جيد وسط المدينة، فلذلك حاولنا الاجتهاد أكثر لأنه كان به عيوب كثيرة جدا. هنا أزلنا الفواصل كما ترون، بدأت تظهر الخطوط السوداء، يعني خطوط الفواصل بدأت تظهر. فهذه الواجهة الآن لم يتبقى إلا إزالة السرير. انتهينا من الواجهة الأولى، فهي بدأت تظهر معكم، لكن ابقوا للأخير لتروا يعني كلا الواجهتين. الآن لنقوم بتركيب السرير من هذه الجهة، وأيضا نزيل هذا الجريفي أو هذه الصباغة القديمة. فأنصح الإخوان يعني الذين يعملون بهذا المجال أن يتعلموا لهذا الديكور، فهو ديكور جيد وجميل جدا، وستعملون به في المستقبل. كما ترون أمامكم يعني أنا ربما سنة أعمل منزل واحد بكسر الرخام، فغالب المنازل بهذا الديكور. فلاحظوا هنا إخواني، أنا أردت أن أتوقف هنا لتروا يعني الإعوجاج الموجود، فلاحظوا الظل لتلك الكورنيشة كيف يظهر الإعوجاج في الظل. انتهوا الإخوان هنا من تركيب السرير، سنرى الآن الواجهة الأولى عن قرب، وبعدها نرى الواجهتين مجتمعتين. فلاحظوا إخواني يعني بدت رائعة جدا، والخطوط متقنة، يعني جميع، لاحظوا مكان الفواصل، لاحظوا كيف يظهر الحائط مستوي، عندما نقرب الصورة إلى الجانب فلاحظوا كيف يظهر استواء الحائط، يعني يظهر مستوي تماما. في الحقيقة لا أحد كان يتوقع أن تكون هذه النتيجة، لكن بالعزيمة ظهرت الحمد لله، يعني جميع أعمالنا هكذا الحمد لله تظهر النتيجة جيدة. لاحظوا الخطوط، يعني الخطوط في الأسفل مع الخطوط في الأعلى، لاحظوا كلها مستوية وعمل متقن بفضل الله، والحمد لله على هذه النعمة. فالكل منكم يستطيع هذا العمل إلا إن أبى. هذه هي النتيجة كما ترون، فلاحظوا كيف أصبحت بفضل الله النتيجة النهائية، عادت إلى شبابها. نرى الآن الصورة القديمة، لاحظوا كيف كانت، فهو منزل قديم جدا. وهنا يعني كلا الصورتين كيف كانت وكيف أصبحت. هذه هي النتيجة التي أردت أن أتقاسم معكم، لا بأس إن أعطيتموني رأيكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك إن كنت لازلت جديدا في هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله.